السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا بالنسبة للتتمة ديال تصحيح الامتحان الجهوي للسنة الثانية بكالوريا آداب وعلوم إنسانية، وصلنا دابا للتمرين الثالث المتعلق بالاحتمالات. إذا بالنسبة للتمرين هو هذا، يحتوي كيس على 9 كرات، منها 5 بيضاء و3 سوداء و1 حمراء. نسحب عشوائيا وفي آن واحد 2 من الكيس. السؤال الأول، بين أن عدد النتائج الممكنة هو 36. إذن قبل ما ندوزو للإجابة على التمرين، نعطيكم بعض القواعد اللي كنحتاجوها في الاحتمالات، واللي مهم هو نذكروا بأنواع السحب. يعني إلا عندنا مثلا واحد الصندوق، بالنسبة للمعطيات للتمرين أنا مثلتهم في هذا الصندوق هذا. عندنا كيس فيه يحتوي على 9 الكرات، من بين هاد 9 الكرات كاينين 5 بيضاء، يعني بلونش بيضاء بيضاء بيضاء، 5 الكرات البيضاء بلونش 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 بلونش، و3 سوداء نواغ نواغ نواغ، 3 سوداء و1 حمراء غوج. اذا هنا بالنسبه لانواع ديال السحب، يعني بصفه عامه نذكركم بانواع ديال السحب، كاينين 3 انواع ديال السحب. الا عندنا واحد الصندوق فيه مثلا ان كره، واحد العدد ديال الكرات، بغينا نسحبوا واحد العدد ديال الكرات اللي هو بي من الصندوق، مثلا نسحب بي كره من اصل ان كره. هناك 3 انواع من السحب. النوع الاول هو السحب في ان واحد، بحال مثلا هنا بغينا نسحبوا 2 الكرات في ان واحد، في ان واحد كنسحبوهم في خطره واحده، كنسحبوا 2 الكرات. النوع الثاني من السحب، السحب بالتتابع وبدون احلال. يعني بالنسبه للسحب بالتتابع، يعني كنسحبوا واحده تلو الاخرى، كنسحبوهم بالتتابع، كنسحبوا الكره الاولى ثم عاد نسحبوا الكره الثانيه بالتتابع واحده تلو الاخرى. وبالنسبه لبدون احلال، المعنى ديالها هو بدون ارجاع الكره المسحوبه في كل مره. بحال مثلا كنسحبوا 2 الكرات بالتتابع وبدون احلال، كنسحبوا الكره الاولى كنحتفظوا بها ما كنرجعوهاش، ثم كنسحبوا الكره الثانيه، هذا هو بدون احلال. النوع الثالث من السحب، السحب بالتتابع وباحلال. بالنسبه للتتابع راه باين، كنسحبوا الكره بالتتابع واحده تلو الاخرى باحلال، يعني بارجاع الكره المسحوبه في كل مره. يعني كنسحبوا الكره الاولى، يعني قبل ما نسحبوا الكره الثانيه كنرجعوا بعد الكره الاولى اللي سحبنا، عاده كنسحبوا الكره المواليه. اذا هذا هما الانواع ديال السحب اللي كاينين. يعني ملي كنبغيو نحسبوا مثلا النتائج الممكنه، اشنو كنستعملوا في كل نوع ديال السحب؟ كاينه طريقه باش كنحسبوا عدد النتائج الممكنه. عندما يكون السحب في ان واحد، يعني كنستعملوا الكومبينيزون سي سي اش سي بي. اشنا هو بي؟ عدد الكرات المسحوبه، حيت قلنا هنا سحب بي كره من اصل ان كره. بحال هنا مثلا في التمرين كنسحبوا 2 الكرات، هنا سحب كرتين، سحب كرتين، يعني كنسحبوا 2 الكرات. يعني مثلا هنا سي بي من ان، بي هو عدد الكرات اللي كنسحبوا، وان هو مجموع الكرات اللي كاينين في الصندوق. ودابا نوريكم الصيغه باش غنحسبوا هذا، باش كنحسبوا هذا السي بي من ان. بالنسبه ل ملي سيكون السحب بتتابع وبدون احلال، شنو كنستعملوا باش نحسبوا عدد النتائج الممكنه؟ كنستعملوا لارونجمون، لارونجمون بي من ان، عدد الترتيبات لي بي من بين ان، من اصل ان. دابا نوريكم عاوتاني الصيغه باش كنحسبوا هذا ا بي من ان. وملي تكون السحب بتتابع وباحلال كنستعملوا ان اس بي. هذا ان هو عدد الكرات اللي كاينين في الصندوق المجموع، وبي هو عدد الكرات المسحوبه. واحد المساله اخرى ايضا، ملي تكون السحب في ان واحد، واش هنا الترتيب مهم؟ الترتيب ديال الكرات اللي كنسحبوا مثلا 2 الكرات من الصندوق، واش الترتيب ديال الكرات مهم؟ هنا غير مهم، لان كنسحبوا في ان واحد، في خطره واحده كنسحبوا 2 الكرات، ما كنهتموش بالترتيب ديالهم. يعني هنا الترتيب غير مهم، الترتيب غير مهم. اما بالنسبه لمن تكون السحب بتتابع، سواء يعني بدون احلال او باحلال، هنا الترتيب مهم، الترتيب مهم. شنو كنقصد بالترتيب؟ الترتيب ديال الكرات، لان مثلا الا بغيت نسحب 2 الكرات من هذا الصندوق بالتتابع مثلا، ممكن نسحب الكره الاولى بيضاء،
الكرة الأولى بيضاء والكرة الثانية مثلا سوداء، هكا بالترتيب. وممكن نسحب مثلا، كاين حالة أخرى ممكن نسحب مثلا الكرة الأولى سوداء والكرة الثانية بيضاء. هذه الحالة راه مختلفة على هذه الحالة هذه، واخا أننا سحبنا نفس الكرات، غير اللي كيتبدل هنا تيتغير الترتيب. هنا بدينا بالكرة البيضاء، السحبة الأولى والسحبة الثانية الكرة السوداء، هنا العكس، هنا سبقنا بالكرة السوداء عاد الكرة البيضاء. هنا الترتيب يلعب دور مهم عندما يكون السحب بتتابع، سواء بإحلال أو بدون إحلال. إذا أهم من إني، هذا هو الخلاصة ديال أنواع ديال السحب، وكل نوع أشنو كنستعملو فيه. إذا هادشي أول حاجة في الاحتمالات، خصكم تضبطوا هاد الأنواع ديال السحب. يعني غالبا التمرين ديال الاحتمالات كيعطيونا مثلا نسحبو مثلا عشوائيا في آن واحد، ولا نسحبو مثلا عشوائيا بالتتابع وبدون إحلال، أو مثلا نسحبو عشوائيا بالتتابع وبإحلال. يعني خصكم نتوما تكونوا عارفين أشنو هو النوع ديال السحب اللي عندنا في التمرين. حيتاش مثلا إلا عندنا السحب في آن واحد، خصنا نعرفوا أن غنستعملوا السي، التمرين كله غنستعملوا فيه هاد السي. ولا عندنا السحب بتتابع وبدون إحلال كنستعملوا لافونجمون. إلا عندنا السحب بتتابع وبإحلال كنستعملوا إن أوس بي، هنا بدون إحلال هنا بإحلال. يلا تبعوا معايا مزيان دابا باش نصحوا هاد التمرين هذا، باش تعرفوا كيفاش كتطبقوا هاد القواعد هادو في التمرين. بالنسبة للسؤال الأول، بين أن عدد النتائج الممكنة هو 36، أو مثلا ممكن نقرأ السؤال بطريقة أخرى، بين أن عدد السحابات الممكنة هو 36. يعني عدد السحابات الممكنة هنا شنو هو النوع ديال السحب اللي عندنا؟ السحب في آن واحد. إذا السحب اللي عندنا هنا عندنا هذا النوع الأول، هذا اللي عندنا في التمرين هذا. ممكن مثلا شي تمرين اخر نلقاو فيه هذا النوع ديال السحب، ولا مثلا هذا من هذا التمرين اللي عندنا في هذا الامتحان فيه السحب في ان واحد، دونك غنستعملوا فقط سي كومبينيزون. اذا عدد السحابات الممكنه، عدد السحابات الممكنه هو، كنرمزوا لهذا عدد السحابات الممكنه، كنرمزوا له بكاردينال اوميغا، كارد اوميغا يساوي. هنا كيفاش كنحسبوا كارد اوميغا؟ يعني قلنا ان عندنا السحب في ان واحد، دونك غنستعملوا السي كومبينيزون سي. ولكن السي اش اشنو غنديروا هنا وشنو غنديروا هنا؟ الفوق هنا هو بي، اشنو هو بي؟ عدد الكرات المسحوبه، شحال كنسحبوا من الصندوق؟ كنسحبوا جوج الكرات، دونك غنديروا اثنان سي اثنان. من اصل شحال؟ من اصل شحال من كره كاينه في الصندوق؟ كاينه 9 الكرات. اذا السي 2 من 9، والصيغه باش كنحسبوها السي 2 من 9 هي هذه، كنديروا هنا ارونجمون 2 من 9 على 2 عاملي 2 فاكتوريال يساوي. وبالنسبه لارونجمون 2 من 9 يساوي 9 مضروبه في 8. هنا باش كنحسبوا هذا السي هذا ا جوج من تسعود، يعني كنبداو من هذا التسعود، هذا تسعود وكنضربوا في العدد اللي قبل منه، تسعود نضربها في 8 حتى نكونوا جوج العوامل. كون عندنا مثلا هنا ا 3 من تسعود، كون عندنا 3 هنا عوض جوج، غنديروا تسعود مضربه في 8 مضربه في 7 حتى نكونوا 3 د الارقام. اما عندنا هنا غير جوج، دونك تسعود وغنضربوا في العدد اللي قبل منه اللي هو 8. وبالنسبه لاثنان عاملي هو 2 في 1، 2 في 1. بالنسبة لثلاثة عاملي هو 3 مضروب في 2 مضروب في 1. بالنسبة لخمسة عاملي هو 5 مضروبة في 4 مضروبة في 3 مضروبة في 2 مضروب في 1. كنبقاو نديرو الضرب، كنضربو في العدد اللي قبل حتى كنوصلو للعدد 1. هنا كنكملو الحساب هنايا، 9 مضروبة في 8 72، 72 مقسومة على 2 مضروب في 1 اللي هو 2، و 72 مقسومة على 2 يساوي 36. 36 هذا هو الجواب للسؤال الاول. احنا حسبنا عدد النتائج الممكنه او عدد السحابات الممكنه بحال لقينا فيه 36. اذا قلنا هذا عدد السحابات الممكنه كنرمزوا له بالرمز اللي هو كاردينال اوميغا، حيت مازال غنستعملوه في الاسئله الاخرين. بالنسبه للسؤال الثاني، بين أن احتمال الحصول على كرتين سوداوين هو 3 على 36.
يعني اول حاجه بعدا غنعتبر واحد الحدث، يعني باش نحسبوا الاحتمال ديال هذا الحدث هذا اللي هو الحصول على كرتين سوداوين، يعني غنسميو بعدا الحدث اللي نعتبر الحدث مثلا نسميه الحدث A اللي هو الحصول على كرتين سوداوين. باش كنحسبوا الاحتمال ديال هذا الحدث A كاينه الصيغه، يعني نعلم ان الاحتمال ديال الحدث A يعني P دو A يساوي كاردينال يعني كارد A على كارد اوميغا. كارد اوميغا هذه هي الصيغه باش كنحسبوا الاحتمالات. هذه عقلوا عليها مزيان، يعني P دو A يعني احتمال حدث A، احتمال بالفرنسي هي probability. probability دو A يساوي كارد A على كارد اوميغا، يعني احتمال الحدث A يساوي كاردينال على كاردينال اوميغا. بالنسبة لكارد اوميغا هو عدد النتائج الممكنة، هو اللي حسبنا في السؤال الاول لقينا فيه 36. اذا يكفي دابا نزيدو نحسبو كاردينال A. باش نحسبو كاردينال A خصنا نفهمو مزيان المعنى ديال الحدث A، يعني الحدث A هو الحصول على كرتين سوداوين. حنا بغينا نسحبو جوج الكرات من الصندوق، وهاد الكرات بغيناهم يكونوا سوداوين، كرتين سوداوين. عندنا هنا كاردينال A يساوي هنا سحب كرتين سوداوين، يعني سحب كرتين سوداوين. شحال من كره سوداء كاينه في الصندوق؟ احنا بغينا نسحبوا جوج من اصل اش عدد الكرات السوداء اللي هما 3، يعني سي جوج من 3. وبالنسبة لسي جوج من 3 يساوي هنا ممكن نستعمل هذيك الصيغة اللي قلنا، مثلا هنا سي جوج من 3 سي 2 من 3 يساوي أرونجمون جوج من 3 على جوج عاملي، يساوي هنا أ جوج من 3 يساوي 3 مضروبة في 2، وهنا 2 عاملي يساوي 2 مضروبة في 1، يساوي هنا الاختزال 2 2 كيبقى 3 على 1 اللي هي 3. ممكن نكتب النتيجه ديريكت هنايا، حيت كاين بعض الحالات الخاصه اللي تيكون بعض هاد الاعداد متابعين، هذا 3 وهنا الفوق كاين العدد اللي قبل منه، كنحط مباشره النتيجه هي العدد الكبير اللي هو 3. يعني ماشي ضروري دائما كنستعمل هاد الصيغه هذه، يعني كاين في بعض الحالات باش كنربحوا الوقت، بحال مثلا الا عندنا هادو متابعين النتيجه هو العدد الكبير. نعطيكم مثال، هنا سي 4 من 5 شحال كيساوي سي 4 من 5؟ غنلقاو الى حسبنا غنلقاو يساوي 5، مباشره كنحط 5. مثلا سي مثلا 6 من 7 خصهم يكونوا متابعين، هنا 7 هنا العدد اللي قبل منه، هنا 7. اذا هنا كاردينال اي يساوي 3، ولدينا حسب السؤال السابق ان كاردينال اوميغا يساوي 36، ومنه ان الاحتمال ديال الحدث A يساوي الاحتمال ديال الحدث A يساوي كاردينال A، شحال لقينا في كاردينال A 3 على 36. صافي حنا جاوبنا على السؤال الثاني، لقينا ان الاحتمال الحصول على كرتين سوداوين هو 3 على 36. بالنسبة للسؤال الثالث، احسب احتمال الحصول على كرة حمراء وكرة بيضاء. كذلك هنا غنعتبر واحد الحدث غنسميه مثلا بي، يعني نعتبر الحدث نسميه الحدث بي الحصول على كرة حمراء وكرة بيضاء. الحصول على كرة حمراء كرة بيضاء، يعني لنحسب احتمال الحدث بي، هذا هو السؤال.
غير هذا الحصول على كره حمراء وكره بيضاء سميناه الحدث بي، يعني ونحسب هذا بالاحتمال ديال الحدث بي. كذلك كنطبقوا نفس الصيغه نعلم ان احتمال الحدث بي يساوي كارد بي مقسومة على كارد أوميغا. ديما كنقسمو على كارد أوميغا في الاحتمالات، كارد أوميغا. كذلك كارد أوميغا راه هو نفس النتيجة، نفس العدد اللي لقينا في السؤال الأول اللي هو 36. كيفي دابا نحسبو كاردينال بي؟ بالنسبة لكاردينال بي خصنا نفهمو بعدا المعنى ديال الحدث بي شنا هو. الحدث بي هو الحصول على كرة حمراء وكرة بيضاء، يعني بغينا نسحبو يعني جوج الكرات، وحدة تكون حمراء والأخرى تكون بيضاء. إذا بالنسبة للحدث بي، الحدث بي يعني سحب كرة حمراء وكرة بيضاء، يعني سحب كرة حمراء غوج وكرة بيضاء وبلونش، يعني سحب كرة حمراء وكرة بيضاء. إذا كيفاش كنحسبوا كارد بي؟ يساوي انا غادي نستعملوا سي، حيت التمرين كله غنستعملوا فيه الكومبينيزون سي. هنا غنديروا جوج ديال لي سي. هنا بالنسبه واحده حمراء وحده تكون حمراء، يعني وحده حمراء شحال من كره حمراء عندنا في الصندوق؟ كاينه وحده، يعني نسحبوا وحده من اصل وحده، يعني واحد ستي واحد من واحد. هنا هذا الواو غنعوضوه بمضروبه، حيت ديما ملي سيكون الواو في الاحتمالات كنعنيو به الضرب. الواو في الاحتمالات يعني الضرب، واو يعني زائد. هذه القاعده عقلوا عليها عاوتاني مزيان. ملي سيكون الواو كنعوضوه بالضرب، وملي سيكون او كنعوضوه بزائد. يعني هنا كره واحده حمراء واحد من اصل واحد مضروبة في، يعني واه يعني مضروبة في وحدة بيضاء. وحدة بيضاء شحال من كرة بيضاء كاينة في الصندوق؟ كاينين خمسة ديال الكرات البيضين، يعني سي واحد من خمسة يساوي، بالنسبة لسي واحد من واحد يساوي واحد مضروبة في، والسي واحد من خمسة يساوي خمسة. كاين عاوتاني قاعدة، مثلا يكون عندنا مثلا سي واحد من ان، مثلا يكون العدد اللي تحتاني هو واحد العدد ان، والفوق واحد، مثلا يكون واحد في الفوق النتيجة مباشرة غتعطينا العدد ان. مثلا سي واحد من خمسة يساوي خمسة، سي واحد من أربعة يساوي أربعة، سي واحد من ثلاثة يساوي ثلاثة، كيما بغا يكون هذا العدد هذا. اون فوا تشوف واحد هنا عوضوا هذا العدد مباشرة بهذا العدد اللي هو ان، يساوي خمسة. ومنه أن الاحتمال ديال الحدث بي يساوي، نعوضو هنايا، كاردينال بي يساوي خمسة، كاردينال أوميغا هو 36. هذا هو النتيجة ديال السؤال ثلاثة. بقى لنا دابا السؤال الأخير في التمرين اللي هو السؤال الرابع. ما هو احتمال الحصول على كرتين مختلفتين اللون؟ إذا غنعتبر واحد الحدث هنايا، نعتبر الحدث مثلا نسميه حدث سي، اللي هو الحصول على كرتين مختلفتين اللون، الحصول على كرتين مختلفتين اللون مختلفتين اللون لنحسب احتمال الحدث سي، لنحسب احتمال الحدث سي يعني بي دو سي. كذلك كنستعملوا نفس الصيغة، نعلم أن احتمال الحدث سي يساوي كاردينال سي على كاردينال أوميغا. بالنسبة للحدث سي هنا، بالنسبة لكارد أوميغا 36 دائما، بالنسبة لكاردينال سي خصنا نفهموا المعنى ديال الحدث سي شنو هو. الحدث سي هو الحصول على كرتين مختلفتين اللون، يعني الحدث سي
سي يعني شنو كيعني الحدث سي؟ باش يمكن لينا نحسبوا كاردينال سي خصنا نفهموا شنو غنسحبوا. هنا عندنا في هذا الصندوق في هذه الكرات هذو بغينا نسحبوا دابا جوج الكرات يكونوا مختلفين في اللون، مختلفين اشنو كيعني مختلفين؟ يعني ممكن نسحبوا مثلا كره بيضاء وكره سوداء، يعني كرتين مختلفين في اللون، وحده بيضاء وحده سوداء. وكاينين حالات اخرين ممكن نسحبوا مثلا كره بيضاء وكره حمراء، او مثلا كره سوداء وكره حمراء، يعني كاينين ثلاثه الحالات. يعني ممكن نسحبوا الاول هنا الكره البيضاء، الكره البيضاء والكره السوداء، ها واحد الحاله. او هنا استعملنا وهنا استعملنا او هنا كره بيضاء وكره حمراء، كره بيضاء وكره حمراء. مازال حاله اخرى، او كره سوداء وكره حمراء، كره سوداء وكره حمراء. هذا هو عندي الحدث سي، باش يكونوا جوج الكرات مختلفين في اللون، ان هذا هما الحالات اللي كاينين، حيت عندنا ثلاثه الالوان باش نهزوا جوج الكرات مختلفين في اللون، هذو هما الحالات اللي كاينين، ما كاين حتى شي حاله اخرى من غير هادو. اذا هنا شنو هو الهدف من هذا الشيء؟ هذا كيساعدنا باش نحسبوا هذا الكاردينال سي، باش ما نغلطوش، باش ما نفلتوا حتى شي حاله. يعني هنا كاردينال كارد سي يساوي، نبداو بهذه هذه الحاله، هذه كره بيضاء وكره حمراء وكره سوداء. يعني كره بيضاء يعني السي، ديما كنستعملوا السي، السي واحد. يعني شحال من كره بيضاء كان في الصندوق؟ كاينين خمسه الكرات، يعني السي واحد من خمسه. هاد الواو باش كنعوضوه كنا مضروبه، ديما الواو كيعني مضروبه او كيعني زائد. يعني السي واحد من اصل خمسه مضروبه سي واحد من اصل شحال من كره سوداء كاينه في الصندوق؟ كاينه ثلاثه. سي واحد من ثلاثه، وهنا او غادي نعوضوه بزائد، زائد حيتاش هنا او كيعني زائد. هنا كرة بيضاء يعني السي واحد من خمسة مضروبة في، يعني مضروبة في السي واحد من شحال من كرة حمراء؟ كاينة وحدة، السي واحد من واحد. عاوتاني هنا أو كيعني زائد، يعني كرة حمراء كرة سوداء، كرة سوداء السي واحد من شحال من كرة سوداء؟ كاينين ثلاثة مضروبة في، وكرة حمراء شحال من كرة حمراء كاينة في الصندوق؟ كاينة وحدة، من سي واحد ومن واحد. وغنحسبو. اذا فهمتوا دابا هاد، يعني هاد الحاله هادي، هادي كتعني هادي، هادي ديال هادي، وهادي ديال هادي. يعني هذا بالنسبه للواو، الواو كنعوضوه بمضروبه، واو كنديرو زائد. يساوي كنكملوا الحساب، سي واحد من خمسه يساوي خمسه، سي واحد من ثلاثه يساوي ثلاثه، خمسه في ثلاثه يساوي 15، 15 زائد عاوتاني سي واحد من خمسه يساوي خمسه، سي واحد من واحد يساوي واحد، خمسه في واحد يساوي خمسه، زائد هنا عاوتاني ثلاثه في واحد يساوي ثلاثه، يساوي 15 زائد 5 يساوي 20 زائد 3 هي 23، 23. ومنه أن الاحتمال ديال الحدث سي يساوي كاردينال سي على كاردينال أوميغا، كاردينال سي يساوي 23، 23 على 36. هذا هو الاحتمال ديال الحدث سي. إذن هذا فيما يخص التصحيح ديال التمرين رقم 3. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، الاخر اللي غنصحو فيه التمرين الاخير اللي هو التمرين الرابع.